بخرة فهمت؟ المحاية هناك أظن كشحوها بيجاي في العربية، جابوها في قارورة. المحاية طبعا الصوفية بجيبوها بيمشوا بيكتبوا القرآن في الألواح، خد بالك. ده لو كان الكتب قرآن بإحسان الظن كتبوا له قرآن، وبيكتبوا حاجات تانية ما قرآن ذاته، بيكتبوه في لوح بعد ذاك بيغسلوه ويقول لك تشربوا، ده فيه شفاء وفيه علاج. كذب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مثل هذا العمل، ده ما بجوز شرعا. تمام، اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه كما في سنن أبي داود، كان يقرأ على الماء، يجيب ماية ويقرأ عليها، مش يغسل له لوح، لا، يقرأ على الماء وبعد ذاك يشرب منه، أو يشرب منه المسحور وصاحب الرقية وكده، أو يغتسل منه، ده بجوز. محاية الصوفية ما بتجوز. البخرة هنا خد بالك، شوف يا جماعة ده كاتبين شنو؟ قال بسم الله، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا كاتبة شكل كروس كده، لا يصلح عمل المفسدين. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الله كروس لا يصلح عمل المفسدين، مربع جوا 294 ب ط 37 إلى آخره. ده شنو هسه؟ ده شنو؟ ده ما شغل بتاع شعوذة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كتب وتحت، خد بالك، نجمة ميم مربع ميم نجمة تاني. ده هسه مش خدمة ممكن تنشط بها نت؟ مش كده؟ ده كلام فارغ يا ناس، ما عنده علاقة مع الدين الإسلامي أبدا. ما في رقية بتاع ده منو ذاته؟ منو إلا ترجع لكتاب يستنبئونك، كتاب يستنبئونك ده كاتبه بروف، ودي مشكلتنا احنا في البلد دي. مشكلتنا إنه الضلال ما جايين من جماعة مساكين ما فاهمين حاجة، ده بروف كان مدير جامعة أم درمان الإسلامية، هلك، ربنا راح منه العباد والبلاد. فهمت؟ مات قبل فترة. عنده كتاب اسمه يستنبئونك، في الكتاب ده جوه سؤال قالوا له هل وإيه من أسماء الله تعالى الحسنى؟ هو سأل السؤال ده ما بليد ذاته؟ كده خليه البروف. في من أسماء الله والحسنى كمان؟ كويس؟ الجواب خير منه السؤال. قال له نعم وإيه وهو كلها قال من الأسماء الحسنى. بالله دي جات وين؟ في كتاب شنو؟ في القرآن. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ده الإلحاد ذاته، كونك تغير اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا تسمي الله سبحانه وتعالى باسم ما سمى بنفسه، ده الإلحاد في أسماء الله الحسنى. ده سينا كاتب له خرافات وشعبذة، فهمت؟ ده كله من السحر يا أخواننا، كله من السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس، قال ليس منا من سحر أو سحر له، البعمل السحر ولا البعمل له، كلهم دين مرقوا من الشريعة. وليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، ده كله بيمرقك من الشريعة. لكن التصوف في النهاية دين باطل، أعرف المعلومة دي، ودي النتيجة النهائية بتاعت الصوفية. تمشي للشيخ يقول لك تعال لي يوم الثلاثاء بعد العصر عشان يدق فيك مقلب، لابد يديك سيناريو كده صعب. يوم الثلاثاء بعد المغرب يقول لك لكن قبل العشاء بشوية. تجي أول ما دخلت عليه يقول لك اسمك منو؟ اسمي الطاهر. أمك اسمها منو؟ يا دول أمي جابة لك شنو أنت؟ أمك يقول لك اسمها منو؟ شفت مما يقول لك أمك منو؟ أعرفه ده ساحر. بس مما يقول لك أمك؟ ليه؟ الناس المختصين في المجال ده واللي تابوا من السحر قالوا لأنه الأم في الغالب ما بكون فيها خدعة. أمك دي أمك، يعني أمك ما بتكون ولدتك من مرة ثانية. لكن أبوك ممكن يكون ما هو أبوك. ممكن يكون ابوك يقول وداك المستشفى وكده وجا عمل الكرامه وسمى ليك وكده، لكن في الحقيقه ما هو ابوك. يكون المره دي مشت لها واحد ثاني احتمال وجابت منه الجنة. لكن امك دي ما فيها لعبه، ولذلك السحره بيشتغلوا بالام، بجانب الام، عشان يكون المساله
دقيقة شوية عندهم. على أي حال ده ما بجوز شرعاً.